خلينا نتكلم اكتر عن الاداء واللي حصل في هذه البطوله. معايا دلوقتي على التليفون كابتن سيف الغرايري، مدرب نادي الخور القطري لكره اليد، وايضا المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي. مساء الخير يا كابتن. وطبعا احنا كنا بنتكلم ان المنتخب التونسي منتخب كبير في هذه اللعبه، وفي نجوم كبار ومحترفين، سواء يعني محترفين في اوروبا وكمان بيلعبوا في كاس العالم، ومميزين جدا جدا جدا، واخد هذه البطولة 10 مرات، والمنتخب المصري توج بهذه البطولة 7 مرات. امبارح شفنا فوز للمنتخب المصري على المنتخب التونسي، ويمكن دي مش المرة الأولى. النسخة اللي فاتت في 2020 أيضا تخطى المنتخب المصري المنتخب التونسي وفاز بالبطولة. برأيك ليه المنتخب المصري فاز امبارح على المنتخب التونسي؟ مساء النور، وتحية للموجودين معاك، وتحية من تونس الخضراء. ونجدد تباريكنا للمنتخب المصري بمروره للدور النهائي. حقيقة الأمر أمس استمتعنا بمباراة كانت مستوى عالي وعالي جدا. صحيح. المنتخبات الاثنين قدموا مردود يليق بسمعة كرة اليد المصرية وكرة اليد التونسية. للأمانة استمتعنا، كانت مباراة ممتازة بحضور جماهيري مميز. فير بلاي موجود في المباراة، آخر المباراة كانت في يعني فير بلاي موجود بين اللعيبة وبين الإطار الفني والإطار الإداري. عموما منتخب مصر ما سرقش الفوز، يستحق الفوز بكل صراحة، ولكن احنا كمتابعين تونسيين لشأن كرة اليد تفاجئنا بصراحة أمس بمردود غزير جدا من منتخب تونس، لأنه ما بصراحة أمس منتخب تونس ناقص أكثر من 8 أو 9 لاعبين لعدة اعتبارات، منها الإصابة، منها غيابات تأديبية، منها غيابات فنية، اختيارات المدرب. فأمس الشبان اللي نزلوا لعبوا أمام المنتخب المصري فعلا لعبوا مباراة تاريخية بطولية ممتازة جدا. والدليل على ذلك أنه قبلها بيوم يعني المنتخب التونسي مر إلى الدور النصف النهائي بشكل بعد حساس إضافية مع منتخب كونغولي بصراحة متوسط الإمكانيات، وهذا يدل كون الفريق التونسي ما هوش في أفضل حالاته، ولكن أمس قدم مباراة محترمة. هذا دون استنقاص من قيمة المنتخب المصري العالمي، لكل صراحة شرفنا في الأولمبياد الأخير، شرفنا في كأس العالم اللي أقيمت في مصر، منتخب بصراحة عالمي. نحيي الاتحاد المصري على هذا المنتخب اللي أعتقد كونوا تعبوا عليه واشتغلوا ووصلوه للدرجة هذه. مباراة كانت يعني مميزة ممتازة. مين أبرز اللعيبة يا كابتن سيف اللي لفتوا نظرك امبارح، سواء من المنتخب التونسي أو المنتخب المصري في الأداء؟ والله بالنسبة للمنتخب المصري تقريبا يعني هو علي زين كان في يعني في الفورمة، كذلك لاعب الدائرة ممدوح هاشم لما دخل الشوط الثاني يعني عمل مباراة محترمة جدا. المنتخب المصري الميزة فيه أختي اللي هو منتخب جماعي، يعني فرديا ما يبانش لاعب على حساب لاعب. مثلا أمس سند ما بانش، سند ما كانش في الفورمه، ضايع نقطتين، ضايع بينالتي. اللونج الثاني برضو بكار ما كانش في المستوى، لكن الخط الخلفي الدرع قدم مباراه كبيره. الحارس كذلك الحارس هذا قدم مباراه محترمه جدا. من جانب المنتخب التونسي بصراحه نجم اللقاء حسب احتفادي الشخصي هو لاعب الدائره جهاد جبله، اللي بصراحه يعني كانت نسبه نجاحه 100%، كل الكرات اللي اخذها 6 متر جابت. بطبيعه الحال نجم المنتخب اللاعب الشاب لاعب يرشد في الدوري الالماني درمول، محمد درمول، محمد امين درمول صراحه قدم مباراه كبيره. كذلك الحارس الصغير في السن اللي عمره سنه 21 سنه يلعب في سبورتينغ لشبونه في البرتغال بالقائد، كذلك قدم مباراه محترمه ومحترمه جدا. طيب كابتن سيف، يمكن وصول كام فيردي النهائي ده كان مفاجأة وتطور كبير حصل في منتخب كام فيردي، حضرتك شايف ازاي التطور اللي حصل في هذا المنتخب؟ المرة اللي فاتت كان في المركز الخامس، ويمكن احنا شايفين انه مصر شوية وش السعد على المنتخب. صحيح صحيح. منتخب الكاب فيردي باش نحط الامور في اطارها، اول شيء هو منتخب تقريبا متكون من لعيبه كاب فيردي كبلد ما فيش كرة يد، هما لعيبه يشطون بين اسبانيا وبين البرتغال. يلعبوا في بنفيكا، يلعبوا في سبورتينغ لشبونه، وادي مايور الاسباني، يعني كلهم يشطوا خارج كاب فيردي، هذه واحده. اثنين، لما لعبوا كاس افريقيا اللي كانت في تونس كانت مفاجاه، لكن في مصر ما كانتش مفاجاه. ليش؟ اول شيء لانه المنتخب تطور ولاعيبه يلعبوا في ليفل كويس. هذه وان. تو كذلك القرعه كانت
حلوه مع منتخب كاب فيردي الصراحه، يعني ما كانتش قاسيه، ما تقابلش مع منتخب مصر في حظوظه كانت كويسه يعني في البطوله دي. اي هو اصلا لما لعب مع في دوري المجموعات مع المنتخب التونسي فاز عليه المنتخب التونسي بالراحه، يعني فارق 6 وفارق 7 هذا هو. ولكن في الاثناء تعتبر مفاجاه، يعني احنا تعودنا من زمان كون يعني باستثناء فترات معينه المنتخب الانغولي دخل في الاربعه، لكن الاربعه الافارقه الكبار معروفين تونس مصر الجزائر المغرب، يعني معروفه من زمان، يعني هذه تقاليد غينيا كمان يا كابتن سيف اعتقد كانت مفاجاه كمان في البطوله دي ادائهم. غينيا هي المفاجاه بكل صراحه، احنا كمتتبعين هنا يعني غينيا ما سمعناش بها اصلا اللي عندها كره يد. وعلى فكره عنده مدرب مساعد تونسي، يعني اصلا تفاجئنا. فكانت يعني مفاجاه حلوه المنتخب الغيني. على العموم شوف المستوى في افريقيا السمراء بدا يتطور وبدا يتحسن، لانه لعيبه افريقيا السمراء ما عادش يلعبوا في افريقيا بس، صاروا لعيبه محترفين. يعني لما تشوف انت الدوري الفرنسي في الدرجة الأولى وفي الدرجة الثانية فيه تقريبا أكثر من 50 لاعب أفريقي. صحيح. لما تشوف الدوري البرتغالي، الدوري الإسباني كذلك، الدوري المقدوني فيه لاعيبة أفارقة. فالحين احنا أوكي تونس، الجزائر، المغرب، مصر متسيدين القارة، ولكن حذاري أنا أقول اللي في الأربع خمس سنوات اللي أمام حتكون منافسة شديدة مع أفريقيا السمراء. طيب كابتن سيف شايف مباراة الغد ايه والمدرب الاسباني وادائه مع المنتخب المصري؟ ويمكن كل الناس بتشيد باداء المدرب الاسباني باروندو جاريسا. اكيد، لكن قبل ما نجاوبك على المدرب الاسباني انا اقول لك من الحين مبروك المنتخب المصري فوزه بكاس يا رب يا كابتن سيف ان شاء الله. لا لانه صراحه من رابع المستحيلات المنتخب المصري يفرط في بطوله على ارضه من جمهوره مع كاس. صحيح، بطوله غاليه جدا، ان شاء الله تكون النجمه المصريه تتمنى. ان شاء الله يا رب البطوله تكون لاخوتنا واعشقائنا تكون معانا بكره على الهواء ان شاء الله وتبارك لنا يا كابتن سيف. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ولا يهمك. بالنسبه للمدرب الاسباني شوف بصمته واضحه من اللي استلم الفريق المنتخب من المصري. في حاجتين بكل صراحه انا كفني نشوف كونه عمل حاجتين. اول حاجه الانضباط التكتيكي. منتخب مصر صار يلعب لاعب جماعي منضبط في الدفاع وفي الهجوم. هذه ميزه غابت على المنتخب المصري من اربع خمس سنوات او نسخ كاس عالم. يعني المنتخب المصري صار متزن اكثر، يعني يلعب بانضباط تكتيكي تشوفه في الهجمه المركزه، يعني في الهجمه المركزه المنتخب يعرف ايش يعمل بالكوره، متى يقوي النسق، متى يضعف النسق، يعني منتخب يعني على قولتكم اخوتنا المصري جامد، يعرف شو يسوي في الملعب في الهجمه المركزه. الحاجه وكذلك في الدفاع انضباط تكتيكي خاصه 0-6 اسبانيه بحته، يعني 0-6 100% اسبانيه وهذه بصمته. البصمه الثانيه نتاع المدرب اللي برضه ما كانتش موجوده في المنتخب المصري هي مش عارف ان شاء الله نجمعها بالعربيه، يعني بالفرنسي تورن اوفر، فوالا تورن اوفر، يعني اللعيبه كلهم تقريبا ال 16 يلعبوا ما فيش 16. بقينا بنشوف نجوم كبار بينزلوا 20 دقيقه في الملعب ويخرجوا. انت لما تشوفي امس احمد الاحمر، نجم احمد الاحمر صفر دقيقة أمام تونس، تفهم المستوى الكعب اللي وصل له الليفل المنتخب مصر بصراحة. فالميزة الثانية اللي دخلها المدرب في المنتخب المصري هي كونه تغييرات اللاعبين، يعني كل 15 مثلا، أمس نعطيك مثال، أمس مباراة مفصلية مع منتخب تونس كان في الفورمة. أمس 15 هو مرتاح في التغييرات كمان يا كابتن سيف عشان عنده أجيال مختلفة من اللعيبة، كل واحد صحيح صحيح. شوف هو ليش التغييرات يعمل فيها المدرب الإسباني عشان يضمن اللي هو يلعب في نفس الريتم على مستوى 60 دقيقة. صحيح. بمعنى أمس في ال 15 دقيقة سحب كل الخط الخلفي ودخل حط خط خلفي جديد وما حسيناش. ليش؟ لأنه كل اللعيبة في نفس المستوى. فالهدف نتاعه هو الهدف نتاع المدرب المصري يلعب دايما على مستوى الليفل اللياقي وخاصه الانضباط التكتيكي بس. نشكرك شكرا جزيلا كابتن سيف الغريري مدرب نادي الخور القطري لكره اليد وايضا المدير الفني السابق لنادي الترجي التونسي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وعلى كمان توقعاتك بفوز المنتخب الوطني بكره باذن الله في المباراه النهائيه امام كامبردي.